المرحلة القادمة يعني التكثيف، دراسة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في السلطنة على أمل أن ينتج عنها مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر، ونامل أن ننتهي من الدراسة خلال سنة، وأيضا بعدها نتفاوض مع الحكومة على المشاريع الكبرى هذه في إحدى مواني السلطنة. حقول الغاز عندنا أيضا لا ننسى مربع 77 مع شركة إيني الإيطالية، لكن هذا في مرحلة الاستكشاف، ومن المخطط حفر أول بئر استكشاف في مربع 77 اللي هو يقع على الشرق من مربع 61 خزان وغزير، حفر أول بئر في الربع الأول من عام 2023 إن شاء الله.